جولة في أهم أخبار صحف شرق إفريقيا، نبدأها من إثيوبيا، حيث تمت صحيفة The Ethiopian Herald بالزيارة الميدانية لعدد من الوزراء إلى موقع مشروع غورغورا، مشيرة إلى أن المسؤولين الحكوميين أبدوا ارتياحهم لسير الأشغال. وقال وزراء التربية والتعليم والري والابتكار والتكنولوجيا إن أداء المشروع نموذجي مقارنة بمشاريع أخرى مماثلة قيد الإنشاء في مناطق مختلفة من البلاد حسب الصحيفة، والتي أضافت أن نجاح المشروع يترجم قدرة الأمة على تنفيذ أي مشروع عندما يكون هناك تنسيق بين المتدخلين والتزام راسخ من القيادة. وفي كينيا، نشرت صحيفة The Star تقريراً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الغداء العالمي، يشير إلى أن 4,400,000 كيني سيواجهون الجوع بين أكتوبر ودجنبر 2022. وقالت الجريدة إن الوثيقة تحذر من أن 1,200,000 شخص سيكونون في المرحلة الحرجة وسيحتاجون إلى دعم عاجل، مضيفة أنه وفقا للتقرير يمثل هذا زيادة بنسبة 84% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي رواندا، كتبت صحيفة نيو تايمز أن إدوارد غرينتي رئيس الوزراء مثل أمس الجمعة الرئيس بول كاغامي في حفل تنصيب سامويل سوكوان ماتيكاني رئيسا جديدا للوزراء بمملكة ليسوتو. وأوضحت الصحيفة أن السيد غرينتي سلم رئيس وزراء ليسوتو رسالة تهنئة من السيد كاغامي، لافتة إلى أن البلدين تربط بينهما علاقات ودية طويلة الأمد.